طيب فنان بقى، شايف مين يعوض غياب ازارو؟ والله هو وزاره طبعا في الفتره اللي فاتت دي كان الحقيقه اداؤه ما كانش كويس، فبالتالي في واحد النهارده كتب او قريت حته قال الحمد لله انه وقفوه عشان نشوف حد، نشوف حد تاني ده هو اللي جايب ضربتين الجزاء يا كابتن شطر. انا بقول اللي قال يعني، انا بالنسبه لي وليد ازارو مؤثر جدا. اول حاجه هداف، فلازم المدافع بيعمل حسابه، بدليل انه الاحتكاك اللي تم بينه وبين شمس الدين الزوادي يعني كانوا بيوري قد ايه انه ممسوك قوي وهو بيخش ال 18 وبيحتك، لكن طبعا كونه هو صايم على التهديب الفتره دي هذا لا يقلل من قدره يعني. بس الكارتيرون الحقيقه مدرب النادي الاهلي قال كلام كويس، قال انا عندي بدائل كويسه، عندي صلاح محسن ومروان محسن وعندي قدره على انه برضو احمد فتحي غايب عني وانا اقدر، انا مجهز لعيبه كويسه، فبالتالي ما تكلمش ولا حتى يعني ادى هذا الامر اهتمام كبير جدا عشان ما ياثرش برضو على ايه على باقي الفريق. بس وليد ازارو مؤثر، تمام، غيابه مؤثر جدا. رايك ايه المباراه هتمشي ازاي في تونس؟ شوف المباراه دي انا اول ما سالوني الحقيقه من فتره كده قالوا لي هيلعبوا ازاي النادي الاهلي، في طبعا شد وفي جذب وفي توتر في الموضوع. اول حاجه دلوقتي تنزل الملعب هتنسى كل اللي بيحصل، النادي الاهلي عنده خبرات عاليه جدا في اللعب خارج ارضه، قبل كده كسب 2013 وقبل كده كسب 2012 كمان مع الهدف بتاع ابو تريكه في الصفاقسي، يعني عنده قدره على يلعب خارج ارضه ويكسب بطولات، وده يعني مش غريب على النادي الاهلي. انا بقول المباراه هتكون طبعا في توازن، يعني لو عايزني اقول لك ممكن يلعب محمد هاني مكان احمد فتحي التشكيل بتاعه، وايمن اشرف وكوليبالي وسعد سمير، طبعا حسام عاشور وعمرو السوليه دول لا غنى عنهم في المكان ده، واسلام محارب وليد سليمان، وطبعا انا متاكد انه يحيى يلعب ميدو جابر. كان اسلام محارب تقريبا سمعت ان هو يعني كان في اصابه بسيطه كده. لا لا هيلعب ان شاء الله، ده متاكد منها اسلام محارب، وما اعرفش هيبدا بحمودي ولا ميدو جابر، لانه انت عارف حمودي في المباراه اللي خارج الارض دي محتاج ل يعني لياقه ولاجريشن وشراسه. يبدا بمروان محسن ولا صلاح محسن؟ والله انا انا كشطه عايز ابدا بصلاح محسن. صلاح محسن بس طبعا هيفضل مروان محسن، اقول لك ليه؟ عشان الكره العاليه، لانه انت هتعتمد على الكرات الثابته في الماتش ده، فبالتالي مروان في الحاجات اللي هي طويله وكده وضربات الراس احسن من صلاح محسن. صلاح محسن سريع ودريبلر، بس برضه بقاله فتره بعيد، ومروان محسن حالته البدنيه افضل، ليه؟ الماتش اللي فات كان كويس جدا ولعب واحرز هدف. تمام. فطبعا انا ده رايي يعني، بس هو طبعا كارترون هو ادرى بلعبته وادرى بكل لاعب وحالته البدنيه وحالته النفسيه وحالته